شاشة اولاد ممتازة بتوصل لسرعة ل 4500 نتس، واحد من اقوى المعالجات الموجودة حاليا في السوق الدايمنسيتي 9400، بطارية بتوصل ل 6000 ملي امبير، واربع كاميرات من ورا من هاسل بلاد. ده غير زرار كده احنا عارفينه وحافظينه في موبايل لسه نازل مراب جدا، كان اسمه كاميرا كنترول. يا مساء بكم لكم تكنولوجيا، وده الفايند اكس 8 برو. واوبو شاف الموبايل ده واحد من اقوى الموبايلات وحاطه فيه امال عاليه جدا، لدرجه ان هو اول موبايل يتم انزاله في اوروبا بعد الفايند اكس 5، بقالهم كذا جيل ما نزلوش موبايلات. ده نازل جوه علبه الموبايل، بيجي الشاحن ال 80 واط وسلك اليو اس بي سي ليو اس بي اي. كفر الموبايل بيجي باللون الجراي لو انت اشتريت موبايلك لونه جراي، او لون شفاف لو اشتريت موبايل لون الابيض. وطبعا التحفه الفنيه الفايند اكس 8 برو اللي بيجي بشاشه 6.78 بوصه او 6.8 بوصة. الشاشة دي توصل سطوعها ل 1600 نتس عن طريق الهاي برايتنس مود، يعني انت ممكن تثبتها على الرقم ده، ودي حاجة لذيذة لو انت جوه اندورز كده مش جوه ضوء الشمس وعايز تفرج على فيديو HDR، فده يبقى مود لطيف. ولكن لو طلعت في اشعه الشمس او فتحت محتوى HDR تقدر توصل بالشاشه دي لبعض الحتت منها ل 4500 نتس، وده رقم تحفه. والتحفه برضو اقوى من المنافسه مهما كانت هي حتى الايفون، هي سماعات الاستيريو، ودي حاجه محدش اتكلم عليها خالص. الموبايل بيجي بصوت بيزي ممتاز، صوت يغلب اقوى الموبايلات. لو هنرجع سنه لورا كده، الشاشه دي منحنيه من اربع اطراف نازله كده مكبوبه على راي استاذ يحيى، بالاضافه ان الحواف نفسها دقيقيه، فانت مش بتحس خالص وانت ماسك الموبايل ده ان هو 6.8 بوصه. واللي بيديك الاحساس ده اكتر هو تصميم الكاميرات الموجود في ظهر الموبايل اللي مش بارز قوي زي الفايند اكس 7 الترا. وفي نفس الوقت الموبايل ده كسمك ارفع من الفايند اكس 7 الترا، فمع التجربه دي كلها الموبايل ولا حاجه في ايدك. ومن المختلف برضو ان هم شالوا فكره الفيجن لذر اللي هو الجلد النباتي او الجلد اللي هو مش حيواني اللي كان موجود في الفايند اكس، وبدلوه كده بحاجه تحسها 3D. لما تبص له كده من زاويه حاده شويه تحس ان في لايرز من الموبايل، مش حته واحده ازازه، لا في طبقات. وواحده من الطبقات دي هي طبقه حمايه الاي بي 69. انا بس استخدمت الجمله عشان اربطهم ببعض، ولكن هي مش واحده من الطبقات ولا حاجه. الاي بي 69 دي هي طبقه حمايه ضد المياه والاتربه، تعتبر اقوى من الاي بي 68 اللي بدأنا نشوفها مؤخرا. تختلف في ايه؟ تختلف الموبايل ده ممكن يجي عليه شويه طرطشه ميه، يقع منك جوه البسين، او كمان تركب بيه جيت سكي مثلا في نص البحر او في نص الميه ويجي عليه اندفاع ميه رهيب. الاندفاع الميه ده مش بيبوظ الموبايل، الاي بي 68 يبوظ من ده لا. ده رقم 9. اما بقى رقم 6 اللي هو الحمام الاتربه والجزيئات الصغيره من الاتربه، ودي حاجه موجوده في موبايلات كتير وعارفه. سوفت وير الموبايل ده هو كلر او اس 15 ومبني على اندرويد 15، وفي كميه فيتشرز اي اي وسوفت وير حلوه. ويعني من ضمن الاي اي فيتشرز كده حاجه اسمها اوبو انتليجنس، بتفكركم بحاجه الكلمه دي. الاوبو انتليجنس ده مقسوم لحاجتين، حاجات جايه من جوجل زي مثلا جيميناي وسيركل تو سيرش، ودي مميزات في الاندرويد. اما الاوبو انتليجنس بقى فتلخص في كام حاجه كده، اهمهم الاي اي سامري، الاي اي سبيك، الاي اي فوتو اديتور، وشويه فيتشرز كده في الدايناميك ايلاند بتاعت الموبايل. باختصار الاي اي سامري ده تقدر لو انت فاتح اي ويب سايت سواء من براوزر بتاع اوبو او براوزر بتاع جوجل اللي هو كروم، وتقدر انت تلخص اي ارتكل ظهر قدامك على الشاشه، رغي كتير وكلام كتير كده تلاقي سطرين طلعوا. وكمان تقدر تقراهم بالصوت، والصوت اللي بيقرا بيه صوت بني ادم 100% وبلغات كتير جدا. وكل الفيتشرز الاي اي دي شغاله حاليا في الوطن العربي. الاي اي فوتو اديتور يعني تصور صوره وتختار مثلا انك مش عاجبك البني ادم ده، فشيل يا باشا الباك جراوند، شيل الحمامه اللي طارت في الباك، شيل العالم من الباك جراوند، وبيشتغل حلو قوي. واخيرا الدايناميك ايلاند، والدايناميك ايلاند هنا مش بتشتغل زي الموبايلات اللو اند شويه اللي انت توصل موبايل في الشاحن فيطلع لك دايناميك ايلاند او لما حد يتصل بيك، لا يا جماعه الكلام ده بيشتغل في الميديا وبيشتغل في المكالمات وبيشتغل في الفويس ريكوردر وبيشتغل تقريبا في كل حته في الموبايل. واللذيذ اللي فيها مش زي الايفون انك ممكن دلوقتي لو مش عاجبك فكره الدايناميك ايلاند اللي هي واخده مكان في الشاشه تقدر تفلكت ترفعها كده لفوق وتختفي من على الشاشه. واللي بيشغل اي اي فيتشرز والسوفت وير ده كله عامه هو بروسيسور كان عليه كلام كتير قوي وهنتكلم عليه، ونفس الكلام ده شغال هنا هو الدايمنسيتي 9400. البروسيسور ده كارقام بروسيسور جامد جدا وبيحطم ارقام قياسيه جديده، وبروسيسور سريع وعمرك ما هتلاقي فيه تهنيجات ابدا. وانا ابقى كذاب لو قلت لك ولا كلمه غير كده. لاول 30 دقيقه هلك، بعد ال 30 دقيقه الهلك اللي انت هتلعب فيهم لعبه تقيله او هتحط الوالده في ستريس تيست هتلاقي البروسيسور ده اداؤه اقل بنسبه 50%. الرقم ممكن يكون صادم، واوعى تشتري الاوبو فايند اكس 8 برو ده موبايل بيسخن وبيبوظ وكل الكلام ده،
لا ده كلام هري، ده كلام عادي ممكن احطه في العنوان، بس بعد كده هدخل اشرح لك عادي جدا. بصوا يا جماعه، البروسيسور ده مانس 9400، ده نزل في موبايلين ثلاثه قبل كده، من ضمنهم موبايلات فيفو والفولدبل وموبايلات ثانيه. والبروسيسور ده اول ما نزل كان بيسخن سخونه غريبه، وبيسخن سخونه في الموبايلات دي سخونه ممكن بعد ربع ساعه ثلث ساعه تلاقي الموبايل فعلا لا يستعمل. اوبو هنا عملت غرفه تبريد كولينج تشامبر مخصوصا ان هي تبرد البروسيسور ده، ومحدش عمل الكولينج تشامبر دي قبل كده. هل هي فرقه؟ فعلا فرقه، الموبايلات التانيه بتسخن بعد ربع ساعه تلت ساعه من الاستخدام التقيل قوي، من ستريس تيست، من فيديو بيرندر على الموبايل ده ومطلع عينه بعد ربع ساعه تلت ساعه لقيت الموبايل فايص، ده بعد نص ساعه الموبايل بتاعك بيفايص. وعايز اقول لك معلومه، ان الموضوع ده مش مختلف عن موبايلات كتير موجوده حوالينا. الايفون الله يمسيه بالخير بيوفر هيت بعد اقل من الرقم ده بكتير. انت الايفون ده بترندر عليه فيديو تقيل شويه وبتتحرك مثلا في درجه حراره 30 فيما فوق، يعني هتلاقي الموبايل ده نزل اداؤه ل 90% اقل بعد 10 دقايق. ففكره الموبايل ده بيحتفظ باداء 30 دقيقه عن الموبايلات الثانيه بتحتفظ ب 10 ل 20 دقيقه، دي حاجه كويسه. هل هو بقى وحش يا يوسف في الاستخدام اليومي مثلا؟ اطلاقا. هل هو وحش في الالعاب؟ خالص، الموبايل ده صاروخ في الالعاب. وعايز اقول لكم يا جماعه، لعبه زي ببجي مثلا مش بتوصل الموبايل ده ل 100% من قدرته، البروسيسور ده قوي جدا على ان هو يماكس اوت. ببجي ممكن تكون بتستخدم 80% 90% من قوه الموبايل ده. فالسيناريو اللي بتكلم فيه ده سيناريو لو انت بترندر فيديوهات وبتستخدم الموبايل ده كرندره فيديوهات فقط طويله ممكن يحصل معاك مشاكل، ولكن في الاستخدام الطبيعي بتاع الالعاب الثقيله او غيرها حتى من السوشيال ميديا استحاله الموبايل ده يسخن منك. وتاني حاجه استحاله تحصل معاك في الموبايل ده هي البطاريه انها تفصل منك. البطاريه هنا يا جماعه 5910 ملي امبير، ده رقم لذيذ. فكره البطاريات ال 6000 والحاجات دي هنشوفها في موبايلات ال 100 دولار وال 200 دولار، فكره ان احنا موبايل فلاج شيب بطاريته توصل لاولموست 6000 ملي امبير، ده رقم جميل قوي. والشحن ال 80 واط بيشحن البطاريه دي من 0 ل 65% في اقل من نص ساعه. الموبايل ده انا حاولت افضيه في يوم بكل ما اوتيت من قوه مش عارف اعملها، الموبايل ده بطاريته ممتازه. برضه عندك اوبشن شحن وايرلس 50 واط، وعندك اوبشن كمان انك تركب الموبايل ده ماك سيف. ايوه يوسف، بس هو اي حاجه تحط عليه ما ايه ده؟ ايه ده؟ انا كنت هقول عكس كده بالظبط، هي بتقع بالظبط، ده اللي عايز اقوله، هي بتقع، بس انا مستغرب اللي هي مسكت سنه في الاول، يعني فيها مغناطيس سنه. طيب اوبو مش بيبيع الموبايل ده ان هو فيه ماكسيف، اوبو بيبيع كفر للموبايل ده انت بتحطه عليه عشان يديلك فكره الماكسيف بتاعت الايفون وبتاعت غيرها من الموبايلات. ومن ضمن الماكسيف اكسسوارز برده عند اوبو هو باور بانك ماكسيف كده بيركب على الكيس بتاعته. خلينا نتكلم على مكوك الفضائي اللي في ظهر الموبايل ده. الاربع كاميرات اللي من هذا البلاد، الكاميرات اللي منها كاميرا 0.5x 1x 3x و6x في اكتر مساحه صغيره شفتها في حياتي. الكاميرات دي هم اربع كاميرات، كاميرا 23 ملي 1x، ده سنسور من سوني اسمه ال واي تي 808 فتحه عدسه f1.6، الكاميرا 0.5x ده سنسور من سامسونج ايزوسيل جي ان 5، اما الكاميرا الزوم 3x ال 73 ملي ده سنسور من سوني اي ام اكس 882، واخيرا سنسور ال 6x ده سنسور من سوني اسمه الاي ام اكس 858. اكتر حاجه مميزه في الموبايل ده ان الاربع كاميرات دول كاميرات 50 ميجا بكسل، مفيش فرق ما بينهم في جودة الصور تماما. هتصور بال 0.5x، هتصور بال 6x، انت بتاخد نفس الالوان، بتاخد نفس شكل وحلاوة ودقة وشاربنس الصورة. الكلام ده بالليل او الصبح او في اي وقت، الصور هنا كونسيستنت جدا. ومش بس كده، كمان الفيديو كونسيستنت في الموبايل ده. الموبايل ده هو واحد من اولى الموبايلات الاندرويد اللي بتصور 4K 60 فريم دولبي فيجن بالاربع كاميرات اللي ورا. انا اسف انا غلطت، انا كذبت عليكم، هو بالخمس كاميرات في الموبايل، لان الكاميرا الفرونت كمان بتصور 4K 60 فريم دولبي فيجن. كمان الموبايل ده فيه فيتشر كده جديده جدا ما شفناهاش قبل كده في موبايل ايفون، وهي ميزه اللايف فوتوز، انك ممكن تاخد صوره تكونش عباره عن صوره، تكون عباره عن فيديو 3 ثواني. حاجه جديده جدا طبعا ما حدش شافها قبل كده خالص، بس الجديد فعلا ما حدش شافها قبل كده خالص بقى زرار هنا ممتاز، بتدوس عليه مرتين كده فبيفتح لك الكاميرا، تقدر تعمل زوم ان وزوم اوت في الكاميرا، تقدر انت تضغط مرة عشان تصور، تقول انت تفضل دايس فتصور اب تو 50 صورة، 7 صور في الثانية او 7 فريمز في الثانية، وجودة الصور في ال 50 واحدة دي هي جودة صورة زيها زي الصورة واحدة اللي انت بتصورها، وده محتاج بروسيسنج عامة رهيب عشان يعمل حاجة زي كده، والدامنسيتي 9400 بيعملها ممتازة. فايند اكس 8 برو موبايل الصراحة حلو جدا، واوبو بالموبايل ده ما كانتش عايز تخسر فئة الناس اللي رايحين للفايند اكس 8 الترا مثلا او الفايند اكس 8 العادي، كانوا عايزين يعملوا حاجه في النص ال 8 برو، ودي حاجه ما كانتش موجوده السنه اللي فاتت. الموبايل ده في الفئه دي من السعر اللي هي حوالي 750 دولار
بيقدر يحقق الفئة دي ويقدر يترقصها حاليا في السوق. احنا متوقعين ان في كمية شركات هتنزل بموبايلات دلوقتي في فئة 700-800 دولار على اخر السنة، ودايما شهر نوفمبر كده وديسمبر بنشوف في كمية تكنولوجيا قبل نهاية السنة. فالموبايل ده هو بداية التقدم التكنولوجيا للفئة دي من السعر، ده كينج الفئة بتاعت 750 دولار حاليا. لو الفيديو عجبك اتأكد تعمل لايك، تشترك في القناة وتقول لي رأيك في الموبايل ده في كده في الكومنتس، وشايف ان هو احسن حاجة ولا في حاجة تانية احسن منه. خلينا نفتح كده ونعرف ارائكم. شكرا لك، شفت الفيديو، اشوفكم في الفيديو اللي جاي.